بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الثالثة من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، مع ضيفنا الجليل معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنا قد انتهينا أحسن الله إليكم إلى أنواع الأنساك في الحلقة الماضية. نود أحسن الله إليكم أن تبينوا الشروط وواجبات الحج والفرق بينهما. الشروط هي التي لا يصح الحج إلا بها، وأما الواجبات فإنه يصح الحج، وإذا ترك شيئا من الواجبات كون عليه فدية، يجبره بفدية. من ترك واجبا أو فعل محظورا من محظورات الإحرام يكون عليه فدية. نعم، أحسن الله إليكم. أبرز هذه الشروط والواجبات، هل هي لجميع الأنساك على حد سواء؟ نعم، الإسلام هذا شرط لجميع الأعمال، الإسلام والبلوغ هذا شرط لجميع العبادات، لصحة شرط لجميع العبادات من حيث الفرضية. أما من حيث الثواب فإنه يصح التنفل من الصبي، يصح التنفل من الصبي، يصح أن يحج، أن يعتمر، أن يصلي إذا بلغ سن التمييز، ويكون هذا له نافلة. فالإسلام والبلوغ والعقل أيضا، المجنون والمعتوه لا يصح منه عمل، لأنه لا نية له، والأعمال بالنيات، وفاقد العقل ليس له نية. أما العاقل ولو كان مميزا فإنه يتصور منه النية، بل ولو كان دون التمييز فإن وليه يحججه ويعمره، ويكون وليه يتولى تجنيبه المحظورات ويفعل به أفعال الحج والعمرة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الواجبات كذلك في الحج، هل هي أيضا لجميع الأنساك أيضا هي ذات الواجبات، أم تختلف بحسب النسك؟ الواجبات في جميع الحج، سواء كان تطوعا أو كان فريضة، لا فرق بينهما. نعم، أحسن الله إليكم. إذا قدم الحاج إلى مكة بعد اختياره للنسك الذي يشرع فيه، فكم يشرع له، ما الذي يشرع له ابتداء عند الطواف، وكم للحاج من طواف يشرع له عند الطواف؟ عند الطواف إن كان متمتعا أن ينوي هذا الطواف طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه ينوي هذا الطواف طواف القدوم، وهو سنة في حقه. نعم، أحسن الله إليكم. هل يتكرر الطواف مع الحاج بحسب النسك أم في جميع الأنساك؟ الطواف ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، لا بد منه في حق المتمتع والقارن والمفرد. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. الطواف ركن من أركان الحج وأركان العمرة،
نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذا فرغ الحاج من طوافه يسن له أن يصلي ركعتين، فماذا يقرأ فيها وهل لها سنن مخصوصة؟ نعم، إذا طاف بالبيت سواء كان حاجا أو معتمرا أو طواف تطوع من غير حج ولا عمرة، إنه يصلي ركعتين بعد الطواف، والأفضل أن يؤديهما عند مقام إبراهيم، قوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أنه لما فرغ من الطواف أتى عند المقام جعله بينه وبين الكعبة وتلا هذه الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين. وصلاة الركعتين سنة للطواف، لو تركهما فطوافه صحيح، ولا يتعين أن يكون عند المقام، بل يصلي ركعتين في أي مكان من الحرم، خصوصا وقت الزحام وشدة الزحام، فإنه لا يغامر ويضار نفسه وغيره، بل يتنحى ويصلي الركعتين في أي مكان تيسر له من المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يتجه الحاج بعد الطواف إلى السعي الذي هو ركن من أركان الحج والعمرة، فكم للحاج من سعي وما هي صفته وسننه المشروعة؟ بالنسبة للمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. بالنسبة للقارن عليه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج، فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد. ومثله هو المفرد، عليه طواف واحد وسعي واحد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يكون أحيانا من بعض الحجاج أن يسعى بدل السبعة أشواط 14 شوطا، بأن يعني يكمل دورة كاملة على الصفا والمروة، يظن أنها شوط واحد وهذا متكرر، توجيه أحسن الله إليكم. يحتسب له سبعة أشواط والبقية زائدة لا قيمة لها. نعم. أحسن الله إليكم. أما إذا تعمد، نعم، وقال ما يكفي سبعة أشواط، تعمد، هذا مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من يتكلف أحيانا لصعود الجبل في خلال السعي ويتقصد هذا ولو وجد بعض العنت، هل لهذا أصل؟ جبل أي جبل؟ على الصفا. جبل الصفا وجبل المروة، الصعود عليهما سنة من مكملات السعي لمن تيسر له ذلك، وإلا فالواجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا ثمة ملحظ أن بعض الحجاج يستمر في السعي وأحيانا حتى الطواف ولو بعد إقامة الصلاة، ويحاول أن يستمر ولو أقيمت الصلاة، توجيه في ذلك أحسن الله إليكم. إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى أو يطوف فإنه يتوقف ويصلي مع المسلمين، فإذا سلم فإنه يقوم ويبدأ هذا الشوط من جديد ويبني على الأشواط السابقة حتى يكمل سبعة أشواط. قد يكون الإنسان مسافرا وقد جمع الصلاتين قبل أن يبدأ بالطواف أو السعي، فهذا لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا مما يلحظ أن ثمة من يسعى وهو لا زال مطبعا بعد مغادرته للمطاف. الاطباع هو أن يجعل وسط الرياء وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، وهذا من حين يحرم
من الميقات إلى أن يشرع في الطواف. إذا شرع في الطواف فإنه ينتهي وقت الاضطباع، ينتهي وقت الاضطباع، فيجعل الرداء على كتفيه لأن هذا أستر له وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من قدم قبل اليوم الثامن من الحج فهل له أن يتحلل من إحرامه بعد قيامه بأعمال العمرة؟ من قدم قبل اليوم الثامن فهل له أن يتحلل من إحرامه بعد قيامه بأعمال العمرة؟ وهل يشمل هذا جميع الأنساك؟ هذا أفضل له أنه يؤدي العمرة كاملة ويتحلل منها ويلبس ملابسه ويعتبر نفسه حلالا إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم بالحج. هذا شأن المتمتع. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أخيرا، جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح، فأين هذا المكان؟ وهل نزوله مقصود أم جاء عرضا بغير قصد؟ الأبطح الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عند المقابر، عند ريع الحجون، لأنه جاء من المدينة ونزل بذي طوى المسمى الآن بجرول، وأقام فيه ليله بات فيه واغتسل فيه، ثم إنه صعد مع ريع الحجون حتى نزل إلى الأبطح، فنزل عند في هذا المكان، عند هذا المكان الذي هو عند المقابر الآن، مقابر يسمونها مقبرة عائشة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم. أخيرا، كثيرا ما يقال في فتاوى الحج بأن من فعل المحظور الفلاني فعليه فدية، وأحيانا يقال أنها على التخير أو الترتيب، نأمل بيان الفرق أحسن الله إليكم بين أنواع الفدية. الفدية نوعان، نوع على التخير مثل حلق الرأس للمحرم أو أخذ شعر من رأسه وهو محرم، أو لبس المخيط، أو تقليم شيء من الأظافر، هذا يخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، والنسك هو الذبيحة، يخير فيها. وأما بقية المحظورات ففديتها تتعين بالذبح، فمن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا أيها الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة 3 من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الشكر في ختامها لمعالي الشيخ وللزملاء فريق العمل. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.